السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I will recite Surah An-Naba ayat 26 to 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء وفاقا إنهم لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه حسابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأساً دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يا ليتني